هذه نقطة. خارج نقطة أخرى مالي مهمة زاد هي شخصية. أكثرية الناس طرحت لا ولد وعماته وعن أنا هون واحد من السادة النواب قال لي عن المسألة وراها ولد وعماته. نختار نقول مسألة في أخبار منظمة الشبابية ولد وعماته. ولد وعماته إذا تقول الناس عن عنه تابعة لمنظمة الشفافية والله عنه مولها نوعين من الناس يقول واحد منهم يختار يقزم منظمة الشفافية الشاملة ويعدلها ببيتي ولد وعماته يصفي به الحسابات مع الشي من الناس به اللي هو عنده خلفيات فيها ياسر من الفساد ويختار الناس وعايش من الفساد تختار الناس تقبل فرصة مثلا نبلع عن المنظمة ياكل اسماء حد قال هذا لا ببيتي ولد وعماته ذاك اللي متبارك معه يصفي الحسابات مش من المصالح ممنوعين منه هو ومعطيين لوحدين اخرين. والله جانب اخر يختار يتودد الولد وعماته بعلم يقول عنه وراء منظمه الشفافيه الشامله. منظمه الشفافيه الشامله احنا نعتبر عنها عندها ذمن باهر لهنا 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 بذلوه يقال عمل وطني كبير. هذا عمل وطني الكبير احنا هم المعدلين يقال يختاروا وحدين يضيفوه للولد وعماته وهامهم ينزعوها عنا احنا. هذا لا يريد أخبار يقول الأخبار تبقى في الدار هو الكذب يوقف كذب اللامني هو مدة يكذب وإحنا مالي الناس ما تعرفنا إحنا نعرف روسنا ولا لا يقول لكم فيها لا لا ما نزاجين فيها. السؤال اللي طرحته أنا عليك ما يعني عن أحمد بابا كان رئيس باب العمل بلو زين العابدين لا أنا ما يعني ولا ما قطع أنا سمعت بوذني أنا اللي الرنات بوذن الدشرة تتكلم عنكم أنتم وراكم رجل أعمال محمد أبو عمات لأنه ما مهتم بأنه حسب المعلومات اللي عندي ولا هو أساسه ولا قد حد يتهموا بها. أنا السؤال عيني عليه عن هذه الصفقة لدازم موين ديزان جروب ما يمثلوا خويانا وخوك انت والخالتك انت اللي قالوا احمد باب ولد عزيزي وهاو الخلطه شارون عليه فهمت وعناك انت ذلك معد ينفع منه جميع الصفقات اللي في البلد وذا النوع وحتى خطوط الساحل اللي لقام فيه المشاكل في الخريف وقمت وفد واعد خطوط الشرقي عن لماذا متهمين فم اتهام عن 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 عنك ناعر ولخالتك وصاحب يا جيد شكرا السؤال هو المعلومه اللي اعطاني شنو انا ما كنت عالم بها راني راك علمت بها انا اللي عالم عنه فعلا شارك في تنفيذ هذا شارك عن شريكه لاحمد بابا قد شارك فيه لا اخطط الساحل واخطط الساحل المنظمه تعدل عليه عمل يدور يخاض فيها ملخص اذا هذا خالد الصار استهداف شركه احنا سبقنا بروايه اخرى محضروخه جا فيه عمده بومديد وجا فيه ولا احمد دواب الامين العام السابق واللي سمعنا لا عنا مستهدفين الناس الضعاف المنظمه مستهدف الناس الضعاف وعن الناس الكبار المتان ما قاعده تركز عليهم ذاك منين جذا اللي هم اللي الاتهام لا يقول لك عن اخطوط الساحلي هم مشروع هم 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 ملحق لا يؤخذ حوله اخبار المياه.